خلصت اشهر سجن على اجل تونس، انا اللي ضارب الانجليزي. في كاس العالم في فرنسا انا اللي ضربت الانجليزي عشان حرق علم تونس حرقته وماشي نادم. قداش دخلت للسجن؟ 6 اشهر معروف في تونس. انجليزي اللي قاس علم تونس قسته اللي حرم تونس وحرقته. ضربته انت؟ ضربته انا اللي ضربته وماش نادم، رغم واش صرا لي 6 اشهر سجن والمواصله لي بعتوني من فرنسا، لكن ماش نادم لعشان انا مكرم في تونس. كي نروح الشعب التونسي مكرمني، حب كبير لتونس. لا حب كبير، وزبير بيا وزياد يعرفني كثير، يعرفوا حكايتي في تونس. سلم لي عليهم اللاعبين القدامى كلهم يعرفوني. سلام لكل الشعب التونسي. انا في الجزائر يعيطوا لي حملاوي التونسي، محمد التونسي وماش نادم. سلام على اهل تونس.